السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. دائما فلوق جديد، فيديو جديد. اليوم السابع على التوالي، نهار رقم 7 على التوالي. دوك الاخوان، بغيت نتقاسم معكم هذه النقطة هذه. اننا الرملة حاولنا جريناها شي، كنت تلاحظوا هنا، انا ندور لاكام باش تشوفوا مزيان. دونك هنايا كما تلاحظوا على مستوى الجوانب حاولنا الرملة، حيث بحكم اننا كنا اونسونترين يعني في الجناب، وكاين اللي تيسخن في الجناب، كاين اللي تيتبع كره. دونك بيتي تا بيتي الرمله تطلع على التروطوار. دونك حاولنا حيدنا الرمله، كحزنا على التروطوار باش نستافدوا بداك الرمال، كذلك نستافدوا بها. هنا راه خدمنا الملعب كامل على الطول ديالو، الطول والعرض ديالو خدمناه كامل، حزنا الرمله. يعني هذه الرمله كامله غادي نستافدوا بها، ومازال غادي نزيدوا نقادوا. هانتوما كما تلاحظوا اخوان، اللي كما تلاحظوا راه مازال في لو طاميساج ديال لو ديرني تيغا. وانا دابا غادي نبدا نفيكسي في هذا لو فيلي، هذا نتعاونوا على هذا لو فيلي نفيكسي باش غادي نجبد لي فيلي، يكون بعدا او موان الجماليه ديال الملعب. ما لو طاميساج ديال لي زيكستريميتي حنا مازالين خدامين عليهم. دونك الاخوان والاخوات، على مستوى هنايا الوسط ديال الملعب، حنا فكرنا اننا نديرو 5 متر واش مزيانه في لاوتور ديال لو فيلي سيباراتيف اللي غادي نقسمو به، اللي غيجي مقسوم هكا، يجي على 4 هكا وهكا، اوكي، باش زعما لي بالون ما يبقاوش، ما يكونش اوكان ديرونجمون، ما يكونش لي زاكسيدون، يكون بزاف الحوايج. دونك قلنا 5 ديال الامطار. شوفوا نتوما جاوبونا الى بالكم، الى تنقول انا 5 الامطار زعما سي لارجومون سوفيزون، بلا ما نزيدو نطلعو بزاف. هادشي اللي كاين. دونك راه عاد اجتمعنا دابا ودرنا مع السي منير، السي فؤاد، الاخوان على مسألة ديال لي بوطو اللي غنديرو هنايا. درنا لو نومبر اللي غادي خصنا، العدد اللي خصنا ديال لي بوطو في الطول ديال الملعب وفي العرض ديال الملعب. وبيان سور داك الوسطاني غادي يكون غليظ شي شويه، حيت هو اللي غادي يكون عليه تقل شي شويه ديال لو فيلي. وهادشي اللي كاين. دونك اتفقنا على 5 ديال الامطار. الاخوان جاوبونا الله يجازيكم بخير الا كان عندكم شي اقتراح واحد اخر. دونك الاخوان كما قلنا، ها انتم على العبار، ها هو شي اكزاكت تبارك الله، واقف لو بوطو مزيان، زيرنا هادو اللي تكلمنا عليهم البارح. دونك الحمد لله خدمه مزيانه، تبارك الله عليك سي منير، تبارك الله عليك، شكرا جزيلا، تبارك الله عليك. دائما حضور سي فؤاد معنا، حاضر ناظر. راه الاخوان اللي مازالين تيقدوا في لو تيرا، دونك هما لي فيلي دابا صافي، راه حتى انا اون اجوست، دابا اون اجوست تنقادو باش ما يكون حتى شي بوطو مايل لا داخل فيغ لانتيغيوغ دو تيغان لا فيغ ليكستيغيوغ دو تيغان. دائما تحية رياضية الإخوان والأخوات. دونك قدينا الرملة كما لاحظتوا، وجبدنا لي فيلي صافي، راه أون أجوستي لي فيلي كاملين. شوف تبارك الله كي تيبان، كتبان الدنيا زوينة تبارك الله. أنا نقلب الكاميرا باش تشوفوا مزيان لي بوغ الإخوان والأخوات. لي بوغ ما قدرناش قديناهم، مي ما قدرناش ندخلوا داك الرملة كاملة، وما قدرناش أننا نساليو هاد لو تيران هذا. لو طاميساج قتلنا، تغربيل ديال الرملة قتلنا الصراحة الله. مي هانتوما شوفوا لي الجماليه ديال الملاعب. دونك هما واجدين من غير هذا، بقى ليه دومي تيرا، هاد لو كاتخيام تيرا. دونك شوفوا معايا تبارك الله كي جا لو ترافاي، داكشي معبور. الى جيتي لهنايا لو بوطو راه غاتجي ديريكتومون مع لو بوطو هذا لي اون فاس معانا هنايا، ما كاينش عوج ولا شي حاجه. كذلك هنا لو بوطو اليني مع الاخر، شتوه. دونك تبارك الله البنيه التحتيه ولات مزيانه، حله جديده كما دائما تنقول. موسم 2022 نتمنوا من الله يحيد علينا هذه الجائحه هذه، ون يعني يكون الكسرف على مستوى الدوريات، لا دوريات وطنيه ولا دوريات بالنسبه للبطوله المدرسيه. ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي تكون في شهر ماي هنا على مستوى الجمعيه ديالنا، وتنتمنى انكم تشجعونا. شوفوا الفضاء كي داير، رحنا خدامين دابا اليوم لو 7 جوغ، رحنا خدامين وتكرفصنا بزاف باش نصاوبوا هاد لي تيران.
داكشي شويه مازال مايل ليه من الوسط دابا نزيرو سي كيسيون داجوستمون دونك دابا سي لا فينيسيون اوكي شعاد ان شاء الله الرحمن الرحيم هنايا لو بور هذا هذا لو بور كامل غنديرو فيه خليوها مفاجاه خليوها مفاجاه تاع لو فلوغ الماجي ان شاء الله باش تكون لا فينيسيون يكون لو تيران واجد دونك انتما كيما تنلاحظوا خصنا نتصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بالجهات المسؤوله راه كاين واحد لو بروجيكتور ناقص تما كاينين غير ثلاثه هنايا غير ثلاثه هاد لي بروجيكتور اللي هنا هما طافيين خصنا حتى هما ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا الجهات المسؤوله مي على العموم على العموم شوفوا تبارك الله اربعه ديال الملاعب قانونيين لي نورم انترناسيونال دائما كره الطائره الشاطئيه طريق الساحليه مدينه الانوار الرباط العاصمه المملكه المغربيه وتحيه رياضيه دائما الاخوان دائما قطاع التعليم دائما قطاع التعليم تبارك الله على رجال التعليم تحيه رياضيه وتحيه تقدير واحترام لاساتذه التربيه البدنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال مدينه الرباط اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يقوموا هنا مع على رئاسهم المفتي السي عبد الفتاح نقوموا ان شاء الله الرحمن الرحيم هنا بدوري جهوي وتنرحب دائما بالجميع مرحبا بالجميع مرحبا بالجميع والثانويات ممكن بالنسبه للثانويات واخا يكون عندهم ثلاثه ديال لي دوبلات الفريق كما تنعرفوا فيه جوج ديال اللاعبين يعني لا ذكور ولا اناث جوج ديال اللاعبين فقط ما كاينش لي رامبلاسون ما كاينش الاحتياط دونك شحال ما بغاو اي ثانوي شحال ما بغات دير يعني توفر الحظوظ ديالها ممكن دير جوج ديال الفراقي ثلاثه ديال الفراقي اربعه ديال الفراقي ما عندناش مشكل حنا الهدف ديالنا هو انه غادي يكون مستوى عالي وليداتنا يستافدوا ونعمموا هذه الرياضه على مستوى البطوله المدرسيه تبارك الله عليكم الاخوان تنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معنا على مستوى الصحه شكرا بزاف اللي عنده شي اقتراح يعطيه لنا الله يخليكم في لي كومونتير او نيفو دي كومونتير كما كان كنتي استاذ كنتي تلميذ كنتي اديغون منخرط معنا هنا في الجمعيه مرحبا بالجميع حنا تنرحبوا بالجميع واللي عنده شي ملاحظه يفيدنا مازال غادي نزيدو ناجوستيو لي فيلي غير نجبدوهم باش الوسط ما يبقاوش مقوسين شي شويه هكا هذه هي النقطه الاولى ونديروا لي تيج ديالهم ونفيكسيو لو روبون ولا لو تراساج اوكي دونك وغيبقى لو فيلي سيباراتيف هنا فين ما فين تتشوفوا لي بلو هذا راه العرض ديال الملعب اوكي دونك غيكون ان فيلي طويل ديال خمسه ديال الامطار عالي باش ما يكونش هناك ديرونجمون ما يكونش بزاف ديال الحوايج دونك نديروه في الطول وفي العرض دونك كما قلت قبيله هكا بلوس اوكي دونك شكرا جزيلا كما قلت قبيله تبارك الله عليكم لي لايك عافاك لي بارطاج وريو الناس بان راه كاين كره الطائره الشاطئيه على مستوى المملكه المغربيه دائما مدينه الرباط جمعيه اوربان سانت فولي اللي تترحب دائما بالجميع الجميع الجميع مرحبا بالجميع شوفوا تبارك الله الجماليه ديال الملعب شوف الجماليه ديال الجمعيه شوف تبارك الله شوف دونك الاخوان باش ما نطولش عليكم غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم يوم السبت صراحه عينا بزاف سبعه الايام على التوالي دونك عينا شي شويه دونك غدا غادي نرتاحوا السبت ولو ديمونش ان شاء الله غادي نشدو نكملوا عاوتاني لو طرافاي ديالنا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم باقي لنا واحد جوج دو جوغ ان شاء الله دو طرافاي حنا التحدي ديالنا سقطنا فيه صراحه كنا بغينا فعلا في سبعه ايام يعني خلال اسبوع مي ما وفقناش الحظ لونتروتيان ديال التيران دو بيتش فوليبول فيه خدمه بزاف لو طاميساج راه كتعرفوا التغربي لانستالاسيون داكشي راه ساهل والعبار ولي ميزور ولي ديمونسيون داكشي ساهل حالو مي لو طاميساج كما قلت الرمله بغيت نكون انا اللاعب او المنخرط او اي واحد اللي تنرحبوا به يجي يمارس كره الطائره الشاطئيه او ينخرط مع الجمعيه ديالنا من يكون تيتمرن او تيلعب ما صفر حجره ما يتلاقى مع حتى شي حجره دونك الاخوان بغيت نسالي لو فلوغ بواحد الصوره اجماليه ديال الجمعيه ديالنا الحله الجديده كيفاش ولات انا عندنا اربعه ديال لي تيغا كما تلاحظوا مازالين كما قلنا غادي نقادو لي تيج لي روبون ولي لي كاش ديال لي بوطو لي كاش ديال لي بوطو مكتوبه فيهم الاسم ديال الجمعيه
وكور 1 كور 2 كور 3 كور 4 ربعه ديال الملاعب هادشي اللي عندنا في داك لي لي لي, لي كاش ديال لي بوطو ومنها تنحميو يعني الممارسين يعني باش حتى الا قاص البوطو تيكون هذاك الكاش في البونج وداو غليدو تيكون لاصق على لو بوطو يعني تيحمي حتى الممارسين دونك غنخليكم مع هاد الحله الجديده انا فرحان بزاف صراحه كانوا عندنا ثلاثه ديال الملاعب لكن كانوا معنا لي فيلي اللي تيعقل ان لي فيلي كانوا اون فاس مع البحر دابا درناهم بطريقه قانونيه بيربونديكولير يعني بطريقه يعني على زاويه قائمه مع البحر لو فيلي هما لي فيلي تيشوفوا في البحر دونك تبارك الله خدمه زوينه وباش نختم تنشكر جميع الاخوان والاخوات اليوم تنشكر ويام كذلك الحضور ديالها تنشكر زينب كذلك الحضور ديالها العنصر النسوي بدا كاين لونغاجمون ديال العنصر النسوي تري بيان تنشكركم بزاف الله يعطيكم النجاح الله يعطيكم ما تمنيتو شكرا بزاف على المساعده ديالكم تنشكر كل اللي خدم معنا هذا الاسبوع هذه السبعه ديال الايام اللي كان صراحه العمل شاق وشاق جدا لكن احنا ربحنا كمملكه مغربيه كمدينه كعاصمه كقطاع التعليم كقطاع الجمعوي اللي تنخدموا فيه دائما دون مانيير يعني بينيفولا يعني مجانا يعني ما كاينش لا مقابل لا والو وهذا هادشي حنا تيعجبنا بزاف العمل الجمعوي التطوعي عزيز علينا بزاف صراحه شوفوا هنا الجماليه ديال لي تيران الاخوان شوفوا معايا هما اربعه ديال لي تيران خليتكم على خير الاخوان شكرا جزيلا على التشجيعات ديالكم وتصبحوا على خير تبارك الله على الجميع تبارك الله عليكم